السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في وصفة جديدة. اليوم الوصفة غادي تكون هي عبارة على عجين ديال البيتزا بالدقيق الكامل، يعني بالزرع، يعني واحد الحاجة اللي هي صحية بزاف ومختلفة على الوصفات الاخرين ديال العجينة ديال البيتزا. كيف ما كتشوفوا هنا، انا غادي نوجد معكم العجينة ديال البيتزا. بالنسبة للفخس، لي فاس راه كل واحد وباش تيعمر هذا البيتزا ديالو. انا هنايا غادي نعمرها اليوم بجوج ديال لي فاس ديجا انا موجداهم. طبيعه الحال يا اما كتكون صوص بلونش او لا صوص طوماط. لا صوص طوماط انايا ديجا وجدتها، وجدت لي دو فاس اللي غادي نعمر بهم. وحده دايرها بالدجاج، وحده دايرها بالكفته، وبيان سور غنحتاج لي فرماج. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في العجينه ديال البيتزا، غنحتاجو كما كتشوفوا هنايا تقريبا كنديروا قد الزرع قد الطحين. يعني هنايا نحتاجو واحد الزلافه كبيره ديال الزرع، يعني كامل بالنخاله ديالو. غنحتاج هنايا زلافه ديال الطحين ديال الحلوه، غنحتاج الماء دافي باش نجمع، الملحه، واحد جوج معالق كبار ديال الزيت بلديه، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، خميره فوريه، والزعتر. هذه هي العجينه، كتجي رائعه وزوينه بزاف. وبطبيعه الحال نحتاج عاوتاني شويه ديال الزرع باش كنطلقها الوقيته اللي غادي نبدا نشكل لاباط ديالي. ناخذ هنايا باسيل، هنايا غادي نعجنها غير بيدي، ندير فيها الزرع. يعني هاد العجينه هذه صحيه بزاف، ممكن انكم توجدوا العجينه طيبوها نص طيبه، يعني تعرقوها صافي وتحتفظوا بها في الكونجيلاتور. الوقيته اللي غادي تبغيوها توجدوا غير لي فارس وتصاوبوها وتدخلوها طيب. يعني هنايا بالنسبه للعجينه هنايا انا مي غادي سميتو ضروري كيخصنا نخليوها تروبوزا واحد شويه ترتاح، من بعد كنطلقوها نعمروها بلي صوص واللي فارس اللي موجدين، نديروا الفرماج وكتدخل نيشان كطيب. يعني ماشي كنعرقوها ونعاود عاد نجبدوها نكملوا لي فارس والتباقي ديال البيتزا. هنايا انا قلت لكم اللي بغى يعرقها ويوجد يعني كميات يعني منها بالنسبه للاباط، انه ممكن يعني يطلقهم يعرقهم واحد شويه وعاد ديك الساعات يخبيهم. صافي، هنا غادي ندير معلقه كنا ديال كبيره ديال الخميره حبيبات، زويته بلديه، جوج معالق كبار، ندير القياس اللي غادي يكفيني ديال الملحه تقريبا واحد معلقه صغيره. صافي، والزعتر هنايا ضروري الزعتر كاين السم كيجي زوين. هاو نحتتو هكا ما بين يدينا، صافي. هنايا غادي نحاول نخلط هاد، ندخل الزيت في الطحين. هنا كتكون العجينه مخفيفه ما ثقيله مويان، بحال غادي نعجنو العجينه ديال الرغايف. كما قلت لكم ضروري نخليوها تروبوزا مثلا، نعجنوها ونخليوها واحد نص ساعه تقريبا كترتاح، نغطيوها بالفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح مزيان. هنا اللي عنده الروبو بغى يعجن بالعجانه ممكن يستعملها. ما قلت لكم بالنسبه انا لي فارس اللي استعملت، يعني كان يعني دي فارس اللي هما ساهلين، حشوات اللي هما ساهلين، كاينين بزاف ديال لي فارس. ان شاء الله نحاول ندير لكم شي فيديو خاص بلي فارس ديال البيتزا بالحوت او لا فيجيتاريان، كتكون هي بالخضره بالنسبه للناس اللي ما ياكلوش اللحوم وما ياكلوش الاسماك. كنا نعمروها بالشاركوتري بلي فرماج، كتكون مثلا 4 ولا 5 فرماج. بالنسبه للبيتزا اللي كتكون بلي فرماج، لاصوص كتكون ديال صوص بلونش، يعني صلصه بيضاء. تاهي ان شاء الله نوريها لكم ونقول لكم شنو كيدار فيها. انا هنايا قلت دايره جوج ديال لي فارس اليوم، وحده بالدجاج والاخرى دايرها بالكفته. طبيعه الحال كنشحر بصيله وكندير معاها الدجاج، كنسمها بالعطريه اللي بغيت مليحه ولا بزاف بطبيعه الحال، شويه ديال الزيت صافي. وبالنسبه ديال الكفته حتى هي كنسمها بالعطريه ديال الكفته، ندير فيها حتى هي شويه ديال البصيله مشحره اولا البورو. بطبيعه الحال هنا غنستعمل انايا الفرماج، عندي فرماج بلو، فرماج موتزاريلا، وعندي الفرماج غوج والفرماج فري، يعني الجبن الطري فرماج بلون.
غادي نزيدها شويه ديال الماء. نحس بعد مرات كيكون الطحين كيشرب الماء. هنا حتى كيدخل لي فيها الماء، نغطيوها بالفيلم اليمونتير، تخليوها تقريبا واحد نص ساعه ترتاح. بقاو معايا باش تشوفوا باقي التحضيرات. هنا من بعد ما خليت عجنت لاباط وخليتها ارتاحت، هي تروبوزات هنا، يعني غادي ندوز دابا باش نصاوب البيتزا. هنا كما قلت لكم انا موجده دو فارس، هذه الفارس الاولانيه كنشحر بصيله مع شويه ديال الزويته والمليحه. من بعد ملي كتنزل ليا كطيح داك البصله، كنزيد عليها طريفات ديال الدجاج، كنسمها بشويه ديال الابزار، البصله من السما، شويه ديال الفخوماج غبره او العطريه ديال الدجاج، صافي. وكنشحرها مزيان. بالنسبه للكفته نفس العمليه، حتى هي شويه ديال البصله كنشحرها مع شويه ديال الزيت، ولا بغيتو حتى شويه ديال الزبده، صافي. ملي كتنزل كنزيد عليها الكفته، نسمها بالعطريه ديال الكفته مليحه وبيزر، صافي. وشويه ديال الفخوماج غبره ولا البصله من السما اولا الثومه غبره، صافي. وهكا كنخليهم دو كوطي. هنا غادي نحتاج الفخوماج، عندي مخلط فخوماج احمر مع الفخوماج موتزاريلا. غنحتاج هنايا فخوماج بلون، اي نوع من الفخوماج بلون. عندي هنايا فخوماج بلو، الفرماج ازرق. هنا غادي نحتاج شويه ديال الزرع باش غادي نطلق لاباط، ولا صوص طوماط بطبيعه الحال. هنايا انا ديجا موجدها بكونتيتي كبيره، كنقبط مطيشه كنديرها في كنحكها، اولا مثلا نسلقها وكنطحنها، من بعد كنصفيها ونديرها في مقيله. كنزيد عليها شويه ديال الزعتر ولا الزعتره، زويته بلديه، ثومه محكوكه، شويه ديال الملحه، الابزار، ممكن انكم شويه ديال المعدنوس، صافي. وكنخليها حتى كتشحر مزيان، كتنزل اخر حاجه كنضيف لها الا بغيت كنزيد لها واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك باش كتعطيها اللون، وشويه ديال السكر، معلقه صغيره ديال السكر، صافي. وكنخليها حتى كتعلق وكنكونسيرفيها، يعني يبقى لنا واحد المده كطوال، احسن ما نبقاوش كل مره نبقاو نوجدوا كونتيتي قليله، توجدوها بحال هكا وكتخبيوها في دي بواط ولا تقريعات وتخليوها في الثلاجه، صافي. هذه هو المكونات، يعني شي حاجه اللي سهله. اهم حاجه عندي انا هنايا هي لاباط اللي حضرت معكم اليوم، هي انها باط اللي هي صحيه، يعني مصوبه بالزرع، بالنسبه للناس اللي ما تيبغيوش اولا عندهم مشكل ديال المصران اولا المعده، ما كيقدوش ياكلوا الحاجه ديال اللي مصوبه بالفرينه، يعني بالدقيق الابيض. هنا من الاحسن يكون يعني دقيق كامل فيه النخاله والزرع، راه مزيان صحي، اي واحد كيعجبو، صافي. ندوز باش نبدا نطلق. انا هنايا غادي ندير جوج، مادام دايره دو فارس غادي ندير جوج ديال، غنوجد جوج ديال البيتزات، صافي. هاد لاباط اللي عندي نخرج واحد شويه ديال هاد، نقصها على جوج، تبارك الله تخرج لي حتى كثر من جوج، يعني كنحاول نديكازيها، نحيد منها الهواء اللي دخل، صافي. ونقسمها باش نشكل جوج ديال البيتزات. هنايا انا راه كنطلقها خاصها تكون رقيقه، يعني ما كنطلقهاش غليظه، صافي. هذه الاولانيه، ممكن انكم الا بغيتوا، اللي ما بغاش مثلا هكا يطلقها بالزرع، ممكن ديروا السميده رقيقه، حتى هي كتجي زوينه، كتخليها كوستيه، صافي. نحاول نطلقها انايا، عندي لو مول ديال الفران غنديرو مدور، بغيتو ديروهم انديفيديوال ممكن حتى هما يديرو انديفيديوال، بحال اللي قلت لكم من قبل، انه طلقوهم وتعرقوهم واحد شويه وتخبيوهم الا كنتو مثلا باغيين ديروا كونتيتي كبيره. انا هنايا كنطلقها ما غادي نعرقها ما والو، غادي ندير لاصوص ولا هذا لافارس اللي عندي، الدجاج اولا كفته ولا فرماج، وكندخلها نيشان طيب.
يعني ما كتاخذليش حتى الوقت بزاف، كتجي مقرمله ولذيذه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها يعني ما تندموش عليها، وصحيه صحيه بزاف. يعني بالنسبه للسمك ديالها يعني خصها تكون رقيقه، ما نخليوهاش غليظه باش كتجينا، حيت كتنفخ ديجا حنا دايرين فيها الخميره، انتما تتعرفوا الحاجه اللي كتكون فيها الخميره راه كتنفخ. ممكن نقطعوها بديزون بورت بيس، يكونوا انديفيديوال كل واحد ديالو، حتى هي تجي زوينه. هنايا تبارك الله ميتات كل عائله، هذه عائليه كبيره، ممكن اننا ننوعوا بالنسبه لي فارس، نديروا مثلا اربعه ديال الحشوات في بيتزا واحده، نقسموها مثلا هذه عائليه كبيره، كاين اللي مثلا ما كيبغيش الكفته تيبغي ديال الدجاج، اللي ما تيبغيش ديال الدجاج ولا ديال الكفته كيبغي ديال الفخوي د مير، كيبغي ديال لي فرماج، يعني ممكن انكم تنوعوها. تبارك الله هذه كبيره، ممكن انني مثلا نحاول نقسمها، ما نقسمهاش ولكن عيني ميزاني راني كنشوف، ندير مثلا هذا الربع الاولاني يعني فيه ديال الكفته، الربع الاخر فيه ديال الدجاج، الربع الاخر ديال الفرماج، واحد ديال الفخوي د مير، كتجي حتى هي مريضه كتجي زوينه. يمكن نديرو حتى الشاركوتري ب جامبون اولا لاتان دو فومي، حتى هي كتجي زوينه، اولا ديال بيبيروني ولا بالطون، على حسب اللي متوفر عندكم. يعني الحشوات هنايا كيبقى كل واحد الاختيار ديالو والشهوه ديالو شنو بغا يدير. صافي انا هكا كنطلقها، غادي نحطها في اللاطا وبقاو معايا ما تمشيو فين. هنايا انا طلقت لاباط، طلقتها مزيان، درتها في هذا لو مول ديال الفران، كندير بطبيعه الحال ضروري يا اما كنستعمل بابي كويسون اولا كندير شويه ديال الزرع، ولا كما قلت لكم الا بغيتو السميده ديروا من تحت السميده رقيقه. صافي كنطلقها، كنثقبها بالبيك بات اولا بالفورشيت. صافي دابا غادي نبدا نعمر، كما قلت لكم هنايا راه ما كنعرقها ما والو، نيشان ناخذ لاصوص. طبيعه الحال هنايا انا راه مسخنه الفران خصو يكون دائما سخون، اي حاجه كيف ما كنقول لكم دائما اي حاجه غادي ندخلها الفران خصو ديجا يكون مسخن من قبل. صافي وعاد ندخلوا اما كيك اولا البيتزا اولا بات فيتي ولا اللي كان غادي ندخلوه، خص ضروري يكون الفران ديجا شاعل وسخون. نتمنى انكم تجربوا هاد لاباط، هذه راه هي زوينه بزاف تعجبكم ان شاء الله. خليو ليا كومونتير الناس اللي هما كيجربوا اي وصفه من الوصفات اللي كنحط لكم على القناه، اللي جربها يخلي ليا كومونتير سواء عجباتو او لا ما عجباتوش، ولايك طبيعه الحال دائما قبل ما تكملوا الفيديو. خليو لايك وعاد كملوه. صافي هنا من بعد ما درت لاصوص طوماط كندير لافارس اللي عندي ديال الدجاج، كندير شويه ديال الفرماج بلون هكا طريفات، نحاول نديرو غير بيديا لان كما كتعرفوا هنا فرماج بلون دغيا كيتفرتت. صافي ندير الفرماج اللي عندي هنايا، الميلونج ما بين الفرماج غوج وفرماج موتزاريلا، اللي بغى يدير غير فرماج موتزاريلا ماشي مشكل، وغادي ندير شويه ديال فرماج بلو. هنا فرماج بلو كيبقى اختياري لان شويه مجهد، كاين اللي ما تيعجبوش داك لوغو ديالو لان كيجي هو شويه مملح ومجهد شويه، كاين اللي ما كيعجبوش. صافي يعني كنديرو غير القياس اللي غادي هذا، هي شويه شويه من الحاجه. نقول لكم هنايا راه ديجا يعني انا الفران عندي سخون، انا ما كتاخذش حتى الوقت بزاف في الفران، يعني دغيا كتحمر حيت لاباط يعني كما كتشوفوا راه طلقناها رقيقه ماشي غليظه. صافي هنايا غادي نزيد شويه ديال الفرماج بلو، يعني غير طريفات يعني هكا غير نرش بهم، اللي ما بغاش ما يديروش يعني اختياري ماشي زعما اوبليغاتوار باش انكم ديروه، والصراحه كيعطي واحد لوكو زوين. بالنسبه للناس اللي عندهم لاطونسيون ما تنصحكمش ملح بزاف، ممكن تعوضوا حتى بفرماج شيدار ولا اي نوع من انواع ديال لي فرماج اللي تعجبكم. صافي انا هكا غادي ندخل الحشوه الاولى البيتزا الاولى اللي صاوبت بالدجاج،
وغادي ندوز باش نصاوب هذا البيتزا الثانيه، وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي. وبالنسبه للفران غادي ندخلها غنديرها في التحت، يعني في الطبقه الاولانيه، ماشي في الوسط وماشي الفوق. وغادي انا بطبيعه الحال هنا اللي عنده الناس اللي عندهم الفران فيه المروحه او الفونتيلاتور، كيدير الفونتيلاتور يشعلو ويدير الفوق والتحت. كندخلوها كما قلنا في الطبقه الاولانيه، نخليوها حتى كتحمر من التحت. صافي راه دغيا الا كان الفونتيلاتور راه هي كتحمر من جميع الجوانب، من التحت من الفوق وكل شيء. اللي ما عندوش عنده الفران ديال الغاز او لا هذا، كيشعلو ويسخن بطبيعه الحال، يعني كل عافيه مويان كيدخلها كتحمر له من التحت، يشعل عليه الفوقانيه جوست باش يدوب لنا داك الفرماج ما يتحرق شيء. وصافي وكتجبدوها وتقطعوها على حسب لي مورسو اللي بغيتو. وبالصحه وراحه، وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البيتزا. انا من بعد ما طابت البيتزا، يعني قلت درت جوج ديال لي بيتزا، وحده فيها بالكفته والاخرى بالدجاج، وكل واحد على حسب الشهوه باش بغى يعمرها، ماشي مشكل. صافي كنقطعهم على حسب الطريفات شحال ديال لي بيرسون كاينين. كتجي لذيذه الصراحه، كتجي مقرمله يعني كما كتشوفوا ها هي، يعني كتجي رطبه ومقرمله، يعني محمره مزيان زوينه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، وكيف ما كنقول دائما تخليوا لي لايك وكومونتير. وبصحة وراحة.